بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل جلاله أن ينير بصائرنا بنور الإيمان، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين القانتين المخبتين. وأسأله جل جلاله أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، روى الإمام الطبراني في مسنده الكبير وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فهذا الكتاب العظيم كتاب الله جل جلاله هو برنامج العبد في سيره إلى الله حتى يلقى الله. هذا القرآن هو مشروع عمر المؤمن كله مع هذا الكتاب، مع هذا القرآن، فيصبح ليقرأ قرآن الفجر، ويمسي ليقرأ صلاة العشاء القرآن. فهذا الكتاب روح به يحيا الإنسان الحياة الحقة، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالقرآن العظيم هو هذا الوحي، هذا الوحي العظيم الذي به يكون الإنسان حياً حياة حقيقية عندما يكون عاملاً به. والمؤمن
لا يجد راحته إلا عندما يكون قريباً من القرآن، ولا يجد الطمأنينة في عمل يعمله إلا عندما يطمئن أنه وفق ما جاء في كتاب الله جل جلاله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. بين أيدينا الآيات المباركات من سورة آل عمران، وكنا في الأسابيع الماضية نقف مع تلك الآيات التي كانت تخبر عن واقعة وحدث حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، تبين أثر المفسدين على المؤمنين، وتبين أثر المصلحين على المؤمنين، ليدرك الإنسان الفارق. فالمفسد يؤلمه ويؤذيه إذا وجد عباد الله مجتمعين، والمفسد يبغضه ولا يريحه إذا وجد عباد الله يعبدون الله وإذا وجدهم على طاعة الله. هذا ما فعله ذاك اليهودي شاس بن قيس عندما رأى الأوس والخزرج الأنصار، رآهم قد جلسوا مجلساً وأتلفوا واجتمعوا وعلى كتاب الله تلاقوا وعلى عبادة الله تراصت صفوفهم وأجسادهم، غاضه ذلك فأراد أن ينقل الاجتماع إلى افتراق، وأن ينقل المحبة إلى عداوة، وأن ينقل الألفة إلى بغضاء، وأن ينقل طاعة العبد لربه إلى طاعته لهواه وشيطانه. فكانت تلك الآيات التي وقفنا معها في الأسابيع الماضية. وقبل ذلك كان الحديث عن أهل الكتاب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في جهده وسعيه أن يكون طريقاً لهم إلى الإيمان بالله، والثمرة من ذلك أن يكونوا من أهل الجنة. وأما شاس فثمرة عمله ليكون الناس من أهل النار. ولذلك يقول الله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل يمكن أن يكون المجرم المفسد الذي غايته أن تكون من أهل النار كمن يعاملك لكي تكون من أهل الجنة؟ فبعد أن بين الله عز وجل ذلك من خلال الآيات السابقة، يخبر الله أن بعد هذه الحياة حياة، وأن بعد الموت بعث وسؤال ومجازاة ومكافأة. هذا الأصل العظيم
قضية الجزاء، قضية الحساب، قضية البعث بعد الموت، أصل من الأصول التي جاء بها هذا الكتاب ليبنى عقل هذا الإنسان المسلم على هذه الأصول العظيمة، ويفارق أهل الكفر والإلحاد والباطل الذين قالوا كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم وهم ينكرون البعث بعد الموت والحساب بعد الموت، فالله عز وجل ذكر أقوال هؤلاء وبين بطلانها. فهنا يقول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يا إخوتي، الله جل جلاله خلق الإنسان وكرمه، وحقيقة التذكير بهذا الأمر بصورة مستمرة نحتاج إليه، لأن من تكريم الله عز وجل للإنسان أن أعطاه هذه الآية المبهرة العقل، هذه الآية التي بها يفكر، ولا يعقل إلا من يفكر، هذه الآية التي بها يدرك الأشياء وطريقه في الوصول إلى الحقيقة والحقائق، هذه النعمة العظيمة. والله عز وجل يريد من هذا الإنسان أن يقبل الحق لأنه علم أنه الحق، وأن ينقاد للحق لأنه اطمأن للحق، ولأنه اقتنع عن علم ويقين بأنه لن يصلحه إلا الحق، ولأن العقل طريقه في التفريق بين الحق والباطل. فالله عز وجل كرم الإنسان وأعطاه هذه النعمة العظيمة. وعدوك وخصمك هو الذي يريد أن يغلق عليك هذه النعمة ولا يجعلك تنتفع بها، ويجعلك تعيش كمن سلبوا هذه النعمة وهم البهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لذلك لا ترضى لنفسك أن تنزل عن ذاك المستوى في التكريم، فالله عز وجل سخر لك الدنيا وما فيها، والله عز وجل خلق هذا الكون ودبره بهذا التدبير لك يا ابن آدم. ولذلك هذا الكون كله على سعته، إذا مات هذا الإنسان وانتهت حياته ماذا يفعل به؟ يدمر، يزول، لأنه خلق على نظام يتفق معك أنت أيها الإنسان المخلوق المكرم. فالكون خلق لك، وأنت خلقت لأعظم شيء في هذا الوجود، خلقت لتكون عابداً لرب الوجود جل جلاله، أن تكون أنت العابد، أنت العابد.
لهذا الرب العظيم. فلا تخدع، وانظر إلى هذا التدبير العجيب في خلقتك، وتأمل في الوضع الذي أنت عليه، في غرائزك، في فطرتك، سترى أمراً عجباً. ولذلك قال الله جل جلاله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ خلقك الله عز وجل على خلقة سوية، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا بتلك الفطرة التي تجدها في نفسك وترشدك أن هذا الكون له خالق عظيم، وأن الذين تنظر إليهم ليس هم الذين خلقوا هذا الكون، وتجد في نفسك أنك خلقت على خلقة تحب النافع لنفسك وتبغض الضار لها، فلذلك تحرص على أن تنال النافع وأن تدفع الضار. هذه الخلقة التي خلقنا الله عز وجل عليها، وأن الإنسان يحب إن أحسن أن يكافأ، وإن عمل أن يجازى، فالذي خلقنا على هذه الخلقة العظيمة جاء شرعه ليكمل ما أوجده فينا. وإذا بالدين إنما هو هذه الفطر السليمة المكملة بالشرعة المستقيمة. فالذي خلقك وأنت تحب النافع وتبغض الضار شرع لك ما ينفعك ومنعك عما يضرك، والذي خلقك وأنت تحب المكافأة على ما أنجزت وعملت فشرع لك وبين لك بأنه سيجازيك على ما عمل. فيقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المقصود باليوم هنا يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم وضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاليوم المقصود به يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سيجتمع الناس ويجمعهم الله، يجمع الأولين والآخرين كلهم، لا يغيب منهم أحد، ويجمعهم الذي خلقهم وهو القادر على جمعهم سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم، كلهم، فكلنا موقوفون بين يدي الله. فيقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سيكون من أرض المحشر
قضية الامتياز والتمايز، ولذلك جاء التعبير بالوجوه. وهناك ستكون سحنة الوجه تعطيك الدلالة عن مآل الإنسان وعن مصير الإنسان وعن حال هذا الإنسان كيف كان في الدنيا بمجرد النظر إلى سحنة وجهه، ويكون في مرحلة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولذلك جمهور المفسرين على أن البياض والسواد هنا على حقيقة اللون، وهناك سيكون البياض له دلالة عما في باطن ذاك الإنسان، والسواد له دلالة على ما في باطن هذا الإنسان. ففي الدنيا كم من أبيض البشرة أسود القلب، وكم من أسود البشرة أبيض القلب. أما في الآخرة فيكون الظاهر وفق الباطن. فيقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والتبييض والتسويد لها هو أول صور تلك المكافأة، والدلائل على المجازات والمحاسبة بأن يكون ذلك يظهر على سحنة الإنسان ومظهره. والمؤمن إذا سمع ذلك تتوق نفسه أن يكون ممن يبيض وجهه ويخاف ويحذر من أن يكون ممن يسود وجهه. وهنا يتعامل هذا المؤمن الذي يرى في القرآن أنه هو مصدر الحق، أنه من عند الله الحق، فلذلك لا يتعامل أبداً مع أي كلمة في القرآن إلا على أنها حق، ويتعامل معها باليقين ويتلقاها بهذا اليقين، ويتعامل معها بمنتهى الجد. فالأمر ليس بالهزل، لأن الله لا يقول إلا الحق. فالله يخبر أن الناس سينقسمون إلى قسمين: قسم وجوههم بيضاء، وقسم وجوههم سوداء. فالإنسان وهو يسمع هذا الخبر والإخبار من الله جل جلاله: من هم هؤلاء الذين تبيض وجوههم ولماذا، وما هي أعمالهم التي جعلتهم كذلك، ومن الذين اسودت وجوههم وتسود ولماذا، وما هي الأعمال التي أدخلتهم في ذلك. والهدف أن يرى أين هو من هذين الفريقين، أين هو وأعماله تؤهله إلى أن يكون من أيهما، وحاله يؤهله أن يكون من أيهما. فعندها سيصغي الآذان ويحضر العقل ليعي ويفهم
وتأتي النفس بعزمها ومسؤوليتها، لأنها هي التي ستسأل وستحاسب والعذاب ينزل عليها، فتحضر أيضاً لتصغي ما الذي سيجعل الإنسان وجهه أبيض أو أسود في ذاك اليوم العظيم. ثم ما هي النتيجة أن يكون الإنسان وجهه أبيض أو أسود يوم القيامة؟ هل من وراء ذلك نتيجة؟ فيسمع الإنسان قول الله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما الذين اسودت وجوههم، بين السبب، بين العلة التي أدخلتهم في هذا الوصف، إنه الكفر بالله أعظم جرم، أعظم ذنب في هذه الدنيا، أن الإنسان يكفر بالله الذي خلقه. الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو في بغداد مر عليه رجل من أهل الذمة فأغمض عينيه ورخى رأسه في الأرض، فسألوه: لما فعلت؟ قال: والله ما طاقت عيني أن تنظر إلى رجل كفر بالله، ما طاقت عيني أن تنظر إلى رجل كفر بالله. فالإنسان المؤمن وينظر على أن هذا الأمر جرم عظيم، فالمقدمة لهذا العمل يوم القيامة اسوداد الوجه، وأما ما بعد اسوداد الوجه هو الأمر المهول: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الذوق باللسان، العذاب يذاق باللسان، بمعنى أن العذاب يشمل هذا الإنسان وكل شيء في الإنسان، حتى أن ذوقه يتذوق ذاك العذاب والعياذ بالله، لا يترك في الإنسان شيء إلا يناله من ذاك العذاب، حتى أنه يجد ذلك في ذوقه. فذوقوا العذاب. والسبب: بما كنتم تكفرون. المؤمن الذي يسمع ذلك ويعلم أن الله الحق ولا يقول إلا الحق، ووعده صدق وحق، وأنه القادر على كل ما وعد، ماذا سيكون موقفه من الكفر؟ وأي بغض سيكون في قلبه للكفر؟ وأي خوف سيكون في نفسه من أن يقع في الكفر؟ وأي حذر سيكون عليه هذا الإنسان أن يجر من خصمه إلى الكفر؟ هذا شأن المؤمن. إذن حذر من الكفر، خوف من الوقوع في الكفر، بغض للكفر لا يتصور. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعبر لنا عن الحالة التي يصل إليها هذا المؤمن وقد تيقن إخبار الله عما سيحل بمن كفر بالله
يوم القيامة خصوصا، ماذا أوصل هذا المؤمن في مشاعره وخواطره؟ ثلاث من كن فيه كان صادق الإيمان. من أولهم؟ أن يكره، أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الآن إنسان، هل هناك أحد يحب أن يقذف في النار حياً؟ كذلك هذا الإنسان المؤمن يعتبر ويتعامل أن اقترابه من الكفر إنما هو كمن يضع جسده في النار وهو حي، فلذلك هو أبعد ما يكون، أبعد ما يكون. والحذر على أعلى مستوى في نفسه ألا يكون قريبا من الكفر. ولذلك تجده قريب من الإيمان، قريب من أهل الإيمان، دائما يدعو الله عز وجل أن يثبته على الإيمان، توبته لا تنقطع، استغفاره لا ينقطع، محاسبته لا تتوقف، كل ذلك خوف من أن يجر إلى ذلك. لماذا؟ لأن النتيجة لا تطاق. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهنا نريد أن نقف عند قوله عز وجل أكفرتم بعد إيمانكم. من هؤلاء المخاطبين الذين جمعوا بين الوصفين، وصف متقدم ووصف متأخر؟ الوصف المتقدم الإيمان، الوصف المتأخر الكفر. هنا نظر العلماء، فهل هذا الوصف مرتبط بمن ذكروا قبل هذه الآية، أو الأمر أعم، أو بمن سيأتي بعد هؤلاء المخاطبين؟ فكانت أقوالهم على هذا بهذا التأمل أربعة أقوال. مرة أخرى قال الله عز وجل أكفرتم بعد إيمانكم. إذن المخاطبين جمعوا بين ماذا؟ بين وصفين، بين الكفر والإيمان. الأول من حالهم الإيمان، والتالي من حالهم الكفر. فمن هؤلاء المخاطبين بهذا الوصف؟ فقلنا نظر العلماء إلى من ذكر قبل هذه الآيات، فخرجوا بتحديد من المقصود، ومنهم من نظر إلى امتداد آيات القرآن وبقاء حكمها إلى يوم القيامة فخرجوا بقول، ومنهم من نظر إلى عموم اللفظ فوصلوا إلى أربعة أقوال. فالقول الأول أن المقصود بهم أهل الكتاب الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخوطبوا في الآيات السابقة، وأنسلم عرض عليهم الإيمان ما قبلوا، وفد نصارى نجران والآيات الطويلة التي وقفنا معها، يهود المدينة، بنو قينقاع، بنو قريظة، بنو النضير، والمواقف التي مرت علينا أيضا في الآيات السابقة. قالوا هؤلاء هم من قصدوا في هذه الآية.
طيب ما هو الإيمان السابق وما هو الكفر اللاحق الذي حصل منه؟ قال من قال بهذا القول: إيمانه السابق، المقصود به إيمانهم بنبي آخر الزمان وإيمانهم بأوصافه التي كانت عندهم في كتبهم. فكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم إيمان بهذا النبي الذي سيبعث، ولذلك كانوا يقولون للأوس والخزرج إن هذا زمن خروج نبي آخر الزمان، سيبعثه الله ونقاتلكم معه. إذن كان هناك في قلوبهم إيمان وفق هذه الأوصاف. طيب ما هو الكفر الذي لحق هذا الإيمان عندما بعث هذا النبي وفق الأوصاف التي عندهم؟ بماذا قابلوه، بالإيمان أو الكفر؟ بالكفر. فإذن قوله عز وجل: أكفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بالنبي الخاتم بعد أن بعثه الله، ورأيتم صدقه إذ هو على الوصف الذي موجود عندكم في كتبكم، بل تعرفونه كما قال الله، يعرفونه كما يعرفون أولادهم. إذن هي معرفة دقيقة، ومع ذلك كفروا به. فإذن هذا القول الأول: أكفرتم بعد إيمانكم، المقصود والمعني بهؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا بوصف النبي كما في كتبهم قبل بعثته، ثم كفروا به بعد بعثته. القول الثاني: أكفرتم بعد إيمانكم، قالوا المقصود فئة المنافقين. فئة المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. فإذن هذا القول الثاني المقصود، فإذن إيمانهم وهو ما أعلنوه من الإسلام، كفرهم لأنهم نطقوا بكلمة التوحيد فدخلوا في الإسلام، كفرهم الذي هو استبطان الكفر والكيد للإسلام، والقول الثالث قالوا هم الخوارج. وهؤلاء هل كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما كانوا بعده وبعد موته. والقول الرابع، ولعل هذا هو أقوى هذه الأقوال ومروي عن الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يوم القيامة الذين تبيض وجوههم وتسود وجوههم فقط تلك الفئات التي ذكرت الثلاثة، أو الكلام المقصود به كل بني آدم الذين سيجمعون يوم القيامة؟ الكلام إذا نظرنا إلى هذا العموم فالمقصود كل بني آدم في ذاك الموقف العظيم، سينقسمون إلى هذين القسمين. إذن ما هو هذا الإيمان المشترك بين كل البشر والذي دخلوا فيه؟ ما هو الإيمان المشترك بين كل البشر والذي دخلوا فيه؟
فيأتي أبي ليبين لنا أن المقصود بالإيمان هنا هو ذاك العهد الذي أخذه الله على بني آدم يوم أن استخرجهم من صلب أبيهم آدم وقررهم على الإيمان به، فكلهم قبلوا وكلنا قبلنا. والله ذكر ذلك في القرآن، قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: بلى شهدنا. من الذي قال شهدنا؟ من الذي أقر؟ كل بني آدم. إذن المقصود هنا بعد إيمانكم هو هذا الإيمان الذي دخل فيه كل الناس، وهو العهد والميثاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس: إن الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله استخرج من صلب آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلما كان الإخبار عن يوم القيامة والإخبار عن انقسام الناس إلى قسمين، فالأصل أن يكون هنا الخطاب للبشر كلهم، فالإيمان الذي اشترك فيه البشر كلهم هو ذاك العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم. فبعد أن أخذ العهد والميثاق جعل الله ذلك فطرة في قلوب العباد، فالفطرة نتيجة أخذ العهد والميثاق. وأرجع الناس إلى صلب أبيهم آدم وتناسلوا بهذا التناسل المعروف. فالأول استخراج الأرواح في عالم الذر على كيفية يعلمها الله، وحصل العهد من الله، وحصل الإقرار من بني آدم. ولذلك في خبر أبي أيضاً الصحيح في هذا الباب أن الله عز وجل استخرج من صلب آدم ذريته، وأنه استشهدهم. قال بعد أن أقر البشر كله، قال الله عز وجل للناس: سأشهد عليكم السماوات السبع على إقراركم. قالوا: أقررنا. أشهد يا ربنا من شئت، فقد أقررنا. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع. قالوا: أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريتك. أن الجميع أقر بربوبية الله وبألوهية الله، فأقر العباد كله. قال الله عز وجل: سأنزل كتبي وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق. الله جل جلاله وهو أوفى الأوفياء، هل كان الوفاء بوعده؟
الجواب نعم، ها نحن نجد هذه الآية في القرآن، والله يذكرنا. والرسل هل ذكروا كما أخبر الله أنه سيبعث رسل يذكروننا؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا العهد والميثاق. فقوله أكفرتم بعد إيمانكم، إذن إيمانكم هو ذاك العهد والميثاق. أكفرتم كل من كفر بذاك العهد والميثاق الذي عنوانه وقام على الإيمان بربوبية الله وألوهيته جل جلاله. أكفرتم، الهمزة هنا أكفرتم بمعنى أجحدتم توحيد الله وعهده وميثاقه الذي واثقتموه عليه بأن لا تشركوا به شيئا، فإذن هو تخلف عن الوفاء بالعهد، تخلف عن الوفاء بالعهد. والهمزة هنا للتوبيخ، للتوبيخ والتعجيب من حال هؤلاء. أكفرتم بعد إيمانكم، بعد أن أعلنتم الإيمان تكفرون بالله؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا يظهر ميزان العدل، ميزان العدل. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وجازى هؤلاء لأنهم استحقوا المجازى. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فلذلك جاء الحكم معللا، جاء الحكم معلل أي مبين علة الحكم، وما هو؟ الكفر بالله بما كنتم تكفرون. وقوله تكفرون جاء بالفعل المضارع بمعنى أن كفرهم كان مستمرا مدة حياتهم إلى أن فارقوا الدنيا. واضح؟ فالفعل أفاد استمرار الحالة التي كانوا عليها وهي الكفر بالله إلى الممات، لذلك استحقوا هذا العذاب. فإذن هذه فائدة التعبير هنا بالفعل، وبالفعل المضارع الذي أفاد الاستمرارية لحالهم. ذلك دخلوا في الكفر بعد الإيمان، بمعنى أنهم لم يعودوا إلى الإيمان الأول، بل ظلوا مستمرين على كفرهم إلى أن ماتوا، إلى أن ماتوا. فإذن هذا هو الداعي الذي به نالوا هذا العذاب. فهذه الآية إذن أخبر الله فيها عن يوم القيامة وعن حال الناس في يوم القيامة وعن الجزاء الذي سيكون في يوم القيامة، وأخبر عن قضية العدل، قضية العدل التي ستنال الناس في يوم القيامة، وأيضا بيّن أن الله سيحاسب كل إنسان ويكافئ كل إنسان على قدر عمله، على قدر عمله. سواد الوجوه جاء مسببا بالكفر. قد يقول إنسان الله عز وجل أخبر عن سواد الوجه يوم القيامة في أكثر من آية، فأخبر
هنا أن سبب سواد الوجه الكفر، وأخبر في آية أخرى أن سبب سواد الوجه الكذب، قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وأيضا نجد في آية أخرى أخبر الله أن سبب اسوداد الوجوه اكتساب السيئات والذنوب والمعاصي، قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والسبب السيئات. أيضا نجد في موطن آخر أنه جمع مع الكفر الفجور، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. والقترة هنا اسوداد الوجه. أولئك هم الكفرة الفجر. وهذه المواطن كلها التي ذكرت محور السبب هو الكفر بالله، هو الكفر بالله. فالتكذيب كفر، من كذب الله كفر. والجمع مع الفجور مع الكفر كفر. والسيئات هنا سيئات الإشراك بالله، فمحور تلك المكافأة والمجازاة هو الكفر، هو الكفر. وتكرار هذا في القرآن يملأ قلب الإنسان حذراً من الكفر، حذراً من الكفر. ولذلك المؤمن من حذره من ذلك لا يجد ميلاً إلى الكفر وأهله. ثم يقول الله عز وجل: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الفئة المقابلة للذين اسودت وجوههم وهم الذين ابيضت وجوههم. لئن كان الذين اسودت وجوههم سببه الكفر فالذين ابيضت وجوههم سبب ذلك هو ضد الكفر ومقابل الكفر وهو الإيمان، الإيمان. وأما الذين ابيضت وجوههم، وهم أهل الإيمان أهل الطاعة. وإذا ربطنا ذلك بقول أبي، وهنا يأتي التعبير اللطيف الذي ذكره العلماء، قالوا: أما الذين ابيضت وجوههم هم أهل الوفاء بالعهد والميثاق، الأوفياء، الأوفياء للعهد الذي أخذ عليهم من الله، الثابتون على ذاك العهد، الذين يعبرون عن صدق إقرارهم. وكيف يعبرون؟ بصدق إيمانهم وبطاعتهم لربهم، بطاعتهم لربهم عز وجل. فهم أهل الطاعة وهم أهل الإيمان، الأوفياء بعهد الله الذي أخذ منهم. فأولئك هم الذين تبيض وجوههم يوم القيامة. وأنا أقول
والله يعني على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يحمد الله أن الله جعله مسلما واستولده من أبوين مسلمين ونشأ بين المسلمين، هذه نعمة عظيمة. ومضى هذا العمر وأنت على الإسلام ولا تدري كم بقي من العمر لتلقى الله، ما يدري الإنسان متى سيفارق الدنيا، ولا بد أنه مفارقه. من بلغ 40 و50 ومن بلغ 60 ومن تجاوز 60 وهو إن سمع القرآن آمن، وإن تليت عليه آيات القرآن دمعت عينه واقشعر جلده وأعلن صدقه بما في هذا الكتاب، هنيئا لمن هذا حاله. إن سمع أمر الله استجاب، إن تليت حقائق القرآن آمن وصدق وتيقن. أي نعمة هو فيها وأي خير أكرمه الله به، فليحرص ألا يموت إلا وهو على الإسلام. الله عز وجل أكرمك بما مضى من عمرك وأنت على هذا الدين، وها نحن بفضل الله في بيت الله وفي حرم الله. فالإنسان يلجأ إلى الله بصدق أن الله يثبته على هذا الدين حتى يلقاه، ويسأل الله بإلحاح أن الله يثبته حتى يلقاه على الإيمان وعلى الوفاء بذاك العهد، وعلى الوفاء بذاك العهد الذي أخذ منه. الإنسان يطلب من ربه بصدق. إبليس والله لا يتركك إلى آخر لحظة من عمري، إلى آخر لحظة. والروح والإنسان يغرغر بها ويتحشرج صدره بها، ما زال إبليس يطمع فيك لكي لا تكون وفياً، لكي تكون خائناً غداراً لا تفي لربك وقد أخذ العهد منك. فلذلك هذه العبارة اللطيفة: وأما الذين ابيضت وجوههم هم أهل الوفاء بعهد الله، فكن من الأوفياء للعهد الذي أخذه الله منك، العهد الذي أخذه الله منك. فلا تغدر مع ربك جل جلاله، واسأله أن يثبتك على ذلك حتى تلقاه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، في رحمة الله، قال العلماء في جنة الله، ومنهم من قال في ثواب الله. والله عز وجل سمى الجنة هنا رحمة لأن دخولهم للجنة إنما كان برحمة الله، إنما كان برحمة الله. والجنة وجودها أساساً هو أثر من رحمة الله، فالجنة هو أثر من رحمة الله، ودخول أهل الجنة للجنة برحمة الله. ففي رحمة الله، وانظروا إلى هذا التعبير، ففي رحمة الله، وكأن الرحمة ظرف اكتنف هذا الإنسان
ولاحظوا هناك عندما قلنا فذوقوا أن العذاب ينال كل شيء في الإنسان حتى يتذوق العذاب والعياذ بالله. وهنا أن النعيم يدخل الإنسان فيه ويحيط به من كل وجه، فيكون الإنسان في وسط ذلك، وأن كل الذي يناله ينطبق عليه وصف الرحمة، وصف الرحمة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. هذه الجملة لتبين أن هذا الأمر لهم لا لغيره، وأن القضية ليست فقط ففي رحمة الله خالدون، هم لا غيرهم، هم هؤلاء الذين ابيضت وجوههم، هم أهل الوفاء بعهد الله، هم أهل الطاعة، هم أهل الإيمان، فيها خالدون دائمون. الله أكبر، الله أكبر.